نكتب بقى نجيب الكتاب ايوه كده اعزائي حبايبي العرب السلام كبير جدا من عند الخالق لهذا الكون اللي انا لست فقط مؤمن به ولكني متاكد من وجوده بعد دراسات كبيره جدا ورحله طويله من بحث وانا هقدم لكم ده كله في ورق سلوفان زي ما انتم عايزين يعني الكتاب اللي انا هدرسه مع حضراتكم هو كتاب اسمه الفلسفه الروحانيه كتاب الارواح ويحوي على مبادئ وتعاليم الارواح ويفقا للتعاليم الصادره من الارواح الساميه او الارواح العليا عن أيدي وسطاء دين جمعها ورتبها العالم الفرنسي أعلان كارداك وأول مرة نشر كتاب الأرواح ده كان سنة آه باللغة كانت باللغة الفرنسية وكان سنة ألف ثم أعاد نشر هذا الكتاب ألف وستين يعني تقريبا من مية وستين سنة فاتت يعني. الكتاب ده حضراتكم ممكن تحملوه بي دي اف زي ما انا عملت كده هتلاقوه على الجوجل درايف مجرد ان انت تكتبه في البحث في الجوجل كتاب الارواح واخد بقى يكتب كده بالعربي كتاب الارواح ويكتب على كارداك زي ما هو مكتوب كده وبعديها اكتب بي دي اف وهتلاقيه سهل على الجوجل درايف وممكن تعمل له ايه تحميل زي ما انا عملت له تحميل عشان تقدر تتابع معنا. اه الكتاب ده ظهر في في سنة الف وتمنمية وخمسين ظاهرات اه روحانية كبيرة جدا في اوروبا اه وطبعا العلماء كانوا بيقولوا ان ده كل ده خرافات ودي مجرد ناس آه بتضيع وقت وكده وان مفيش حاجة اسمها روح والكلام ده لكن آه احد العلماء اللي هم درس في مدرسة باستالوز وباستالوز ده احد تلاميذ سقراط يعني من مدرسة سقراط آه وفتح مدرسة في في بولونيا على ما اعتقد وعلي اتولد في فرنسا وأهله ودوه درس كانت أشهر مدرسه في ألمانيا اللي هي مدرسه باستالوز في بولونيا وسافر ودرس ورجع وبقى مدرس جامعي وأستاذ جامد جدا في علم الحساب والجبر والفلك والفلسفه وعلم الفلك وحاجات كتيره جدا وليه مؤلفات في هذا النوع. لحد ما قرر ان هو يدرس الارواح دي والظواهر اللي كانت بتحصل ودرسها بطريقة علمية وفلسفية وقدر ان هو يتصل بالارواح دي وسألهم اسئلة كتيرة جدا كل الاسئلة اللي تقريبا بتدور في دماغنا اتسألت في الكتاب داون والارواح العليا جاوبت عليها يعني الكتاب ده غير مقدس يعني المقدس الوحيد بالنسبه لنا هو الخالق عز وجل يعني لكن الكتب دي مجرد كتب للدراسه فانت من حقك يعني تعترض على سؤال معين تعترض على اجابه معينه من حقك تسال تناقش ما فيش حاجه تقول امين وخلاص يعني جميل كتاب الارواح ده في مقدمه كبيره جدا جدا والمقدمة دي تقريبا حسبة تمانين صفحة كده فأنا يمكن إيه مش هقدر أدخل مع حضراتكم في التفاصيل دي أتمنى إن أنتوا تعملوا داونلود وتقروا المقدمة يعني جميل طيب اللي دفعني إن أنا يعني أدرس معاكم الموضوع ده أنا شفت يعني ظاهرة الإلحاد بتنتشر بطريقة جامدة جدا في العالم العربي وفي فيديوهات كتيرة في العالم العربي بتتكلم عن الإلحاد وعن العلم بالذات وعن هشاشة الأديان الإبراهيمية وطريقتها في التفكير والعرض وطريقة تقديمها للإله خالق الكون يعني جميل طبعا احنا عارفين ان الديانات اللي انا هدي مقدمه سريعه جدا وبعدين هنبتدي في الاسئله كده خبط لازم من الفيديو القادم يعني الفيديو ده هو مقدمه لكتاب عالم الارواح احنا طبعا عندنا ديانات عديده جدا زي ما انتم عارفين العالم فيه يمكن 4000 ديانات او ديانه او اكتر يعني كل الناس من من قديم الزمان كانت يعني عندها احساس ان في قوه خارقه فوق الطبيعه وان القوه دي هي اللي اوجدت كل شيء ده ده شيء يعني تفكير فكرت فيه الناس في كل بقاع انحاء العالم وابتدت تخرج علينا الـ الديانات الايه المختلفه اللي انتوا ايه عارفينها دي جميل طيب في كل اصحاب دين بيع... بيعتقدوا ان هم الصح والباقي غلط وتحصل حتى عمليات قتل واباده و... و... واحنا عارفين التاريخ ازاي يعني لكن الحمد لله احنا وصلنا دلوقتي في عصر التنوير وعصر المعرفه زي ما كتاب اولاد حارتنا العصر بتاع عرفة يعني عرفة جه وجاب معاه المعلومات كلها يعني فالنهاردة احنا بندرس بقى بدون اي عواطف وبدون اي ايه ايه شيء واخد بالك نحترم جميع الاديان والف شكر وكده ومش هنخوض يعني في في الاديان دي وخاصة هتلاقوني هحاول ابعد عن اي كلام عن الدين الاسلامي عشان اخوانا الحبايبنا المسلمين بيزعلوا جدا يعني من الموضوع ده فاتمنى ايه ان انتوا يعني ما تزعلوش مني انا بحاول بس ايه يعني دراسه احنا بنعمل دراسات كبيره جدا وبنتعب وبنشقى لحد ما نوصل لفكره معينه فبنحاول نقدم لكم الفكره دي بدون مقابل يعني ماشي طيب نمسك بقى في الديانات العربية بتاعتنا الديانات الإبراهيمية الكل لاحظ طبعا إن جميع الأنبياء جم من ولادي يعقوب يعني أنا يعني برفض أقول عليهم بني إسرائيل لأن كلمة إسرائيل دي في الكتاب المقدس بيقول لك إن يعقوب قعد يضرب في ربنا طول الليل وربنا يضرب فيه طول الليل وبعدين هو تمكن من ربنا من, من الخالق يعني وخدوا تحت بعض كده والخالق ضرب تحت الحزام وقال له مش هسيبك قال له لا سيبني لحسن الشمس هتطلع فقال له لا طب باركني الاول فقال له انا هباركك ومن هنا ورايح هيبقى اسمك اسرائيل اللي هو ايه الـ 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 الانسان اللي قدر ايه صرع الله هو صارعه فطبعا ده كلام يعني ما يخشش دماغ حد لو يخش دماغ حد منكم ماشي يعني لكن الجماعة اللي هم اليهود بيعترفوا بالكلام ده إن جدهم يعقوب صار على الله وتمكن منه ولذلك اسمهم إيه ولاد إسرائيل يعني خد بالك وطبعا الديانة المسيحية أقرت بذلك لأن هي بتعترف ب العهد القديم واخد بالك أو التوراة والإسلام أيضا أيد ذلك بيقول يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل على طول فانا من هنا ومعاكم يعني هنسميهم ايه بني ايه يعقوب يعني ايضا بالنسبة للاله ايضا اليهودي او العربي اللي هو ليه اسامي زي يهوه مثلا مع ان اسم يهوه ده اسم ليس اسم يعني اسم يهوه ده جاي بيقولوا ان موسى كان بيكلم الاله والاله قال له روح لفرعون وقول له كذا فقال له ده أقول لهم ايه اسمك ايه بالظبط أقول لهم فقال له ايه أهيا الذي أهيا معناها ايه أنا أنا هو ما هو واخد بالك ولذلك هما بيسموه يهوى يمكن يهوى مثلا واخد بالك لكن من الأصل يعني ابراهيم السيد ابراهيم طبعا ابو الأنبياء كان أيام زمان في إلهين أحدهم اسمه بعل اللي كانت ناس بتعبد فيه زي تمثال كده والآخر اسمه إيل فهو اختار إيل ولذلك أنت بتشوف إيه إسرافيل عزرائيل كل الإيل اللي أنت بتشوفها دي إسرائيل إسرافيل عزرائيل جبرائيل كلهم إيه الأسامي دي مشتقة من إيل اللي هو الإله إيل يعني خد بالك دي يعني ممكن انت تشوف في اليوتيوب هتلاقي حاجات كتيرة وبنين جاي اسم ايل ده وايضا بنشوف المفروض يعني حتى في عهد المسيحية طبعا السيد المسيح شخصيا كان يهودي ونشوف مثلا في القصة بتاعت الصلب دي لما كان هيروح يتسلب فركع وده بينفي ان هو اله طبعا لانه ركع وعيط وبص للسماء وكان بيدعي ربنا بيقوله ايلي ايلي ليه ما وخد بالك من ايلي دي لان ايل ايضا من من الاله ايل برضو واخد بالك بقول ايلي لكن الناس كانت بتعرف الاله بايل ايام زمان ايام اليهود الاوليين دول فكان بيقول ايلي ايلي يعني الهي الهي او إله ايل الهي ايل ليه ما شبقتني يعني لماذا تركتني ومجرد الـ 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 الكلمه دي والطريقه العباده والنداء للاله اللي في السماء بينفي عنه الألوهة مباشره يعني دي يعني مش محتاجه تدور كتير يعني ان هو مش اله هو ليه ما كان مكان رائع جدا وهنتكلم عن السيد المسيح بعد كده كتير لان معظم الناس بتدرس الارواح دي هم مسيحيين فهتلاقي الملائكة بيكلموهم على حسب ايه المعلومات بتاعتهم فبيستعملوا كتير المسيح يعني السيد المسيح نحترمه جدا وعلى دماغي من فوق وحبيبي و... وتمام زي ما بحترم ايضا النبي محمد وزي ما بحترم موسى وجميع الناس يعني واحترم الكتب وكل تمام يعني لكن احنا بنناقش دلوقتي علميا وبنشوف يعني بقول لك ان الاله كان هما بيقولوا ان اسمه ايل يعني من اللي هما الالهة بتوع زمان دولة بتوع ما بين النهرين يعني وكده كان في اله اسمه بعل والتاني اسمه ايل فابراهيم اختار كلمة ايل دي حلو اختار الاله ايل وابتدى تيجي العبادة يعني كل الناس في يعني أيام زمان إحنا إحنا كوكب جديد على فكرة كوكب الأرض يعتبر كوكب حديث جدا يعني ما تغركش كلمة 450 مليار سنة دي 450 مليار سنة يعتبر كوكب حديث يعني ومن حداثته بنشوف إن الإنسان يمكن على كوكب الأرض ما يتعداش المليون سنة أو حتى لو في الإنسان الأولي مليون سنة أو بيقولوا الإنسان اللي هو اللي ابتدى عنده عقل بيفكر وكده من التطور من حسبة ميتين وخمسين سنة ميتين وخمسين ألف سنة يعني طيب حبايبنا اليهود بيعتقدوا إن الدنيا دي والكون ده ابتدى من ستة آلاف وخمسمائة سنة فيبدأ بها من هنا يعني بنحترم طبعا رأيهم والرأي ده اتنقل للمسيحية واتنقل للإسلام فبتلاقي الناس دي بتعتبر إن في شخص اتواجد على الأرض اسمه آدم وقصة آدم وحاول تعرفنها عارفينها وشيطان وطرد وبتاع وغير بقى ايه فكرة الإله تماما يعني طبعا احنا من كتاب الأرواح والاتصالات الروحانية دي القصة دي هي قصة بس لل قصة بدائية يعني علشان الناس بتسأل بقى طب اتخلقنا ازاي طب اتخلقنا ازاي طب جينا منين الفرخة الأول ولا البيضة الأول فحد يقول أي حاجة يعني والله ربنا خلق ديك وشال منه جناح وعمل منه فرخة والفرخة دي بعدت وهكذا يعني لازم يشوفوا لها حل يعني لكن الحكايه دي ما حصلتش بجد يعني <applause> اسف ياللي تنصدم ناس كتيره جدا آه في هنشوف ال... بعد كده الاجناس البشر... البشريه دي اتخلقت ازاي وجات ازاي والحيوانات وال... والجماد وكل شيء جه جي... جه باي طريقه ما يعني واخد بالك آه طيب حبايبنا الملحدين طبعا ده يعني فرخه وكشك بالنسبة لهم أو زي بيقولوا سكينة و, و... سكينة و... اللي بيقولوا عليها إيه سكينة وزبدة <applause> سكينة ماشية في الزبدة يعني فبيشوفوا مثلا قصة آدم هي قصة طبعا ما تخشش الدماغ إلا لما إحنا كنا يعني قبل عصر العرفة ده عصر العلم وقصة نوح أيضا هنجد ان قصة نوح طبعا قصة ما لا يمكن تحدث يعني وإلا كانت انتهت الحياة على وجه الأرض تماما ما كانش فيه أسماك ولا ما فيه أي حاجة كان انتهت انتهت تماما ولكن ممكن يكون في زي ما بعض الناس بتقول فيضان محلي في الدجلة والفرات زي ما كان بيحصل فيضان نهر النيل وكده ممكن يكتسح بيوت وموت ناس وكده لكن دي حاجات طبيعية مش مش إله داخل وبيكسر وبيقتل وبيذبح يعني ونشوف العهد القديم والتوراة مليانة أيضا قصص الحكاية يبعت نبي ويموت الناس اللي بعت لهم يبعت نبي تاني ويموت الناس كل ما يبعت نبي ل لجهة معينة يخلص عليهم طب هو سابهم <applause> فلا يبعت لهم نبي علشان يقتلهم بعد كده يعني طبعا دي قصص برضو من حبابنا اليهودي يعني اتكلموا فيها براحتهم يعني وزي ما انت عارفين المسيحية والاسلام صدقوا على كل الكلام الموجود ده بعد حتى التوراة وموسى خد بالك العهد القديم ده اتكتب خمسمائة سنة بعد موت موسى وتم كتابته خلال خمسمائة سنة ايضا يعني يعني 500 سنة كتابة تخيل كم جيل بقى اللي هم كتبوا كم جيل بقى هم اللي كتبوا الكتاب ده وخبرة طيب ولذلك ظهرت ظهرت الإلحاد لأن الناس بتفكر وتبحث وشافت أصول الديانات دي وشافت أصول القصص اللي موجودة في التوراة وحللتها كويس جدا وشافت احتمال كبير جدا عدم صحتها وشافوا اليهود يعني بيقولوا على نفسهم شعب الله المختار ولو انت كنت واحد من اليهود دول تقول يا ريت ما كان اختارنا اقرا بس كتابهم وانت تعرف الناس دي كل شويه ربنا يغضب عليهم ويرميهم لاعدائهم يقعدوا 400 سنه ويتعذبوا بيتعذبوا وطبعا دي اجيال مش نفس الجيل يعني مثلا لو جيل خطا بياخد هو يعذبهم 400 سنه 400 سنه دي يعني كم جيل ايام زمان كان الانسان بيعيش ما يكملش ال سنه فتخيل بقى كم جيل علشان يتعذبوا في, في ايد الناس ويتباعوا النخاسة وكده فتخيل المنظر يعني وبعدين اليهود ايضا هم اللي ادوا فكره عن الخالق يعني ان هو ماشي معاهم وتمام التمام وبيمشي معاهم الصبح ويطلع في شكل عمود نار ويمشوا وراه وبالليل يعمل لهم دخان او العكس صحيح باين عشان ينور بالليل فبالليل بيمشي في عمود نار علشان يوم يشوفوا طريقهم والصبح يوري عمود دخان وايضا قالوا ان هو نزل عليهم اكل من السماء وسمان وفتح لهم عيون بعصاية موسى 12 عين وكل فريق عرف العين بتاعته وقصص دي مكتوبة والثلاث أديان بيقولوا أمين فأنت لاحظ كده إيه ثلاث أديان هم دين واحد معرفش اللي هما بيتخانقوا بعض يعني طالما هم متفقين على آدم وحواء وعلى قصة نوح وعلى قصص قتل عاد وثمود وقصص كل القصص الست اللي اتحولت لملح ديت مرات لوط وكل القصص اللي احنا عارفينها دي وقصص يوسف و و و والقصص اللي معروفة دي كلها موجودة في العهد القديم وثلاث أديان بيقولوا أمين إذا هم دين واحد واخد بالك بيعبدوا له من أصل إيل يعني لكن دلوقتي الناس طبعا خلينا نقول الحق يعني ودي بيفكر النهاردة في الإله سواء كان يهودي أو مسيحي أو مسلم بيفكر في الإله الخالق الواحد اللي خالق الأكوان دي كلها أو الكون ومراء الأكوان إيه الإله الخالق يعني ما بيفكر بقى إيه في إيل اللي هو إيه ومراته إيلات واخد بالك <applause> محدش بيفكر في الآلهة اللات والعزة والكده دي دولة أشياء يعني فاتت فكل النهاردة المسلم والمسيحي واليهودي بيعبدوا إله الخالق الكون يعني يعني كل ما بيقول تنوع اسم الله بالنسبة للغات جاد وديوس ديو ومش عارف ايه كل الأسامي دي ما تفرقش يعني لو هو ايه إله واحد خالق الـ الـ الكون بأكمله وهنعرف ازاي ده الكلام ده يعني طيب هيبقى ابن الملحدين بقى عن طريق بنفي القصص دي فبيقول ان الكون وطبعا في اينشتاين وفي نظريه داروين وفي ابحاث علميه كتيرة جدا وفي الابحاث الجديده وفي علم الجيولوجيا والديناصورات واكتشفنا حاجات كتيرة جدا عن الارض وكده فالكلام ده ما جاش في الكتب المقدسه يعني, يعني انت لما تشوف طريقة الخلق مثلا عمرها ما اتكلمت عن الديناصورات على العصر الجليدي على كل الكل الكلام ده وعن تطور الإنسان يعني شوف قصة أدم وحواء مثلا طردوا من الجنة نزلوا على الأرض أو كانوا الجنة دي عدن موجودة في الفرات مثلا ودجلة واتطردوا ونزلوا الكويت مثلا <applause> أو نزلوا الأردن جميل وبعدين اخين واحد اسمه قعين والتاني اسمه ابيل واخد بالك والاتنين يعني واحد بيعرف يزرع والتاني بيعرف يربي غنم مفيش انسان بدائي اهل الكهف الناس اللي بتوع الكهف اللي كانوا بيعيشوا في الكهوف والناس اللي العصر الحجري والعصر الجليدي والعصر مش عارف ايه كل الكلام ده اتلغى دي الناس دي نزلت ذكيه جدا عارفين ان في اله بيعبدوه وبيقدموا له كرابين يعني فواحد قدم له كرابين غنم من اللي هو بيربيه وعشان تعرف كمان ان هما ايه في فجوه في القصه دي الانسان ما نزلش من الاول كده عارف يربي ولا استانس الحيوانات اساس ده خدت آه الاف سنين علشان يبتدي يفهم ان ده بيتزرع انه يعني كان انسان شبه حيوان إن انسان بدائي جدا جدا شبه حيوان فده ايضا الدين يعني اظهر ضعفه في شرح الخلق يعني لكن ادى فكرة عامة يعني الله يقول كون فيكون جميل يعني زي زي بيقول له كلمتين يروح الجماد بحول نفسه للي عايز وده طبعا ما بيخشش العقل البشري ما بيقبلش ايضا الكلام ده عايز يعرف الخلق ده عن طريق العلم اتعمل ازاي يعني واخد بالك وهي دي المشكله بتاعتنا يعني فاصبح النهارده الالحاد بينتشر إيه عمليه الفجوات اللي ما بين الدين وما بين العلم هو ده المشكله كلها طيب الناس اللي هو ما بيقول عليهم الحيدين دول انا ما بحبش أطلق عليهم ملحدين ليه ملحدين دي ناس مفكرين عاقلين ويدور بحسين عن الحقيقة ممكن كل الأسامي دي تتقال عليهم الباحثين عن, الحق... عن الحقيقة, عن الحقيقة، آه، 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 على المفكرين أي شيء بدون ألحد عن الطريق الصح طب فين هو الطريق الصح أنهي دين من الأربع تلاف دين دول اللي هما الصح يعني علشان هو يلحد عن ال الطريق السليم. يعني جميل طبعا لكن الالحاد في ذاته مش كويس يا جدعان. يعني. ده بيبوظ المخ يعني أقولك اقول لك ليه بقى ان الراجل المتدين مش مهم بقى دينه ايه يعني الراجل المتدين لما بتحصل له مصيبه على الاقل بيلاقي حاجه يلجا لها يعني مثلا حد مات عنده وهو بيعيط كده يا عم ربنا يصبرك وراح عند ربنا وتعيل كل ده بيخفف عليه يعني لكن لما بيجي واحد ملحد لا يؤمن بي بياخد كل ده على قلبه يعني طب ليه ليه ابني مات وش انا وكده ومش عارف حاجه وايضا في حاله المرض يعني بتلاقي الانسان الملحد الانسان المؤمن يعني باي دين مش مهم الدين انا بالنسبه لي الانسان المؤمن بي بيبتدي يفكر في ربنا ويدعي وكده فحتى ال ال الاجهزه بتاعتنا مهيئه ان هي تبتدي تفرز انزيمات معينه وتلاقي الناس اللي هم المؤمنه بيخافوا بجد يعني الدعاء والحكايات دي بتساعدهم كتير جدا جدا ان الجسم نفسه بيصلح نفسه من كتر ايه التركيز والدعاء اللي احنا مش عارفين لسه اي فكرة عن ازاي العقل بتاعنا ده بيشتغل وبيفرز الافرازات والهرمونات والاستركنين وكل اللي انت عارفين الهرمونات والحاجات اللي موجودة دي طيب لكن الملحد بيبقى صعب عليه حتى لو عيته بيقول يمين يعني يا داروين يا داروين يا يا هوكينج يعني هيعيط على ايه مشاكل يعني وترجع انت تدرس قصه داروين ايضا واللي خلاه يبحث يثبت عدم وجود اله ان بنته عيد جدا وانا شفت الفيلم بتاعه يعني ودخلت المستشفى وهو كان زعلان جدا جدا ازاي البنت صغيره طب ذنبها ايه طب لو في اله طب بيسيبها تايه ليه لو في إله طب يسيبها تعاني ليه؟ واخد بالك إيه الحكمة في كده؟ ده ده مفيش إله وهو كان كاثوليكي يعني مسيحي كاثوليكي وحاولوا ياخدوه الكنيسة وبنته كانت في المستشفى وهو كان عالم بيولوجية يعني وكان بدأ أبحاثه لكن هو قال طيب أنا أنا بقى بحصام وهثبت لكم إني ما فيش إله خالق للكون ده يعني لو كان في إله ما كانش عمل كده في بنت صغيرة وكده فلما راح لل... للمستشفى يزور بنته فالدكاترة والناس الموجودين ادعي لها ادعي لها مين <applause> فللأسف البنت توفت يعني ماتت من الحمى وكده وأيام زمان كانت أطفال بتموت كتير لكن هو زعل جدا وقال ان انا حاسبت ان مفيش اله لهذا الكون وابتدي يعمل الابحاث بتاعته وشاف بقي البوز البط بيتغير والبوز مش عارف الطيور بتتغير وفي تحول كده لكن لحد الان مفيش حد قدر يقولي ازاي نوع يتحول لنوع تاني مختلف تماما يعني يعني حتى في, في الخضار يعني ازاي مثلا بطيخ يتحول لشمام وشمام يتحول لبرقوق وبرقوق يتحول لعنب وعنب يتحول لمانجا ومانجا تتحول لبنجان مخلل يعني التنوعات كتيرة جدا جدا والطفرات دي يعني احتمالاتها ضخمة جدا جدا فوق ما تتخيل يعني فالناس دي صعب يعني. فادعو حبايبي اللي هم نقدر نقول عليهم المفكرين العلميين الماديين ان هم ممكن يتابعوا كتاب الارواح لو هم عايزين يعني حاجه وبلوم على حاجات كتيره جدا ما تخطر لهمش على بال يعني واخد بالك طيب في عالم اسمه جاس جل، جلاس وانتوني فلو ايضا الاتنين دول عملوا كتب ويسموها في كتاب اسمه ذير از ا جاد يعني الاله موجود بس ما قالش اسمه الله او إلوهيم او ذير از ا جاد ا جاد اله يعني يوجد اله خالق لهذا الكون والتاني اللي هو جلاس ده قال في سبع حاجات بتثبت وجود الله علميا يعني خد بالك اول حاجه لما بيفكر في نظريه الاحتمالات يعني لك لو انت حطيت في جيبك عشر كرات او عشر اي حاجه معدنيه ومترقمين بالرقم واحد لعشرة احتمال ان انت تدعبس من غير ما تشوف وتشد عمله وتطلع رقم واحد هي احتمال واحد لعشرة يعني محاولة صائبة وعشر محاولات غير صائبة تخيل بقى لما تيجي انت تحاول تشد بقى ايدك وتحاول تطلع العملة رقم واحد او الكرة رقم واحد الكرة رقم اتنين على التوالي فالاحتمالات بتزيد جدا تخيل بقى لو انت بتحاول تشيل العشر كور علي التتالي واحد اتنين ثلاثة اربعه بالتوالي لحد ما يوصل للرقم عشره ده احتمال ضخم جدا جدا ده مليار او بليون واحد في المليار واحد في ال... وده مجرد عشر تغيرات فقط يعني فابتدي يشوف من العلم يعني العلم بيقولك ان مثلا الغلاف الجوي سمكه ستين كيلو متر لو الغلاف الجوي ده نزل كان موجود فقط كده الطبقات الجوية دي العشرة كيلو متر أقل يعني مثلا خمسين كيلو بدل ستين كيلو ما كانش في حياة على وجه الأرض ليه؟ لأن احنا بنستلم كل يوم حوالي خمسة مليون شهب ونيازك والشهب والنيازك دي بتدخل الغلاف الجوي وبتتحرق بتتحرق بتتحرق وبتنزل على وجه الأرض مجرد تراب يعني مجرد حاجات بسيطة كده أو طوب صغير حاجات بسيطة ما بتحسش بيها قوي يعني لكن لو فورد إن الغلاف الجوي كان خمسين كيلو متر بس أو مجرد كان أربعين كيلو متر كان دمر كوكب الأرض حرائق في كل مكان كل يوم كل يوم استحالة وجود حياة على كوكب الأرض تاني حاجة شاف البعد مثلا القمر القمر اللي بيتبع الكوكب الأرض داون على بعد في حدود 400 كيلومتر من كوكب الأرض لو القمر كان على بعد مثلا 300 كيلومتر بدل 400 كيلومتر كنت هتلاقي الموج بتاع البحر يبقى بارتفاع الهيمالايا كده كان كل يوم كل دقيقة هتحصل تسونامي وهتغرق الناس مش هتخلي في حد يعني مجرد انت تقرب القمر لكوكب الارض يعني انتهى الموضوع مجرد ألف كيلومتر وفي نفس الوقت لو انت بعدت القمر برده عن ال 400 كيلومتر في حدود 500 كيلومتر 600 كيلومتر هتحصل مشاكل الارض في المد والجزر والتاثير على الزراعات وحاجات كتيره جدا ده, ده طبعا ففي حد فكر وحطه على البعد الصحيح علشان يؤثر علي كوكب الأرض وحد فكر ان هو يعمل بالظبط ستين كيلو متر ارتفاع الغلاف الجوي علشان يحمي الأرض عشان تبقي في طريقه ان احنا نعيش بيها يعني تالت حاجه بنشوف مثلا الأرض، الأرض بتلف حوالين نفسها وبسرعه الف وستمائة كيلو في الساعه. فنفترض في ان الارض دي دي ما تلف 1600 كيلو في الساعه بقت تلف 10% من الكلام ده يعني 160 كيلو في الساعه لو هي بتلف في سرعه 160 كيلو في الساعه هتلاقي عدد ساعات النهار اعتاب يعني 120 ساعه واخد بالك يعني 5 ايام مش كده 5 في 24 ايوه 5 ايام نور وخمس ايام ضلمه خمس ايام شمس وخمس ايام ضلمه يعني ليل وده طبعا هيقضي على المزروعات بالكامل وهيقضي وبالتالي مش هيبقى في حد يعني عايش رابع حاجه الشمس برضو الشمس على بعد نسيت انا الملايين الكيلومترات اللي على بعد بعدها لكن ايضا لو الشمس اقتربت شويه مجرد مئات الكيلومترات تحرق كوكب الارض في ثواني يعني ولو ابتعدت هيبقى تلج في ثواني برضو يعني يعني خد بالك علشان يبقى على نفس البعد ده اللي احنا منه من الشمس هو ده اللي بيدينا كميه الحراره اللازمه للحياه فحد حطها على نفس ايه الـ الـ البعد دون بالظبط كده علشان ايه, إيه لا بتقل ولا بتزيد وهو ده اللي بيحافظ على ده ايه تاني إيه البحر مثلا إيه لو, لو انخفض لو كان اعمق من ما هو عليه حاليا البحار اعمق بثلاثة كيلو متر كانت سحبت كل الاكسجين اللي على وجه الارض. ولو ارتفعت اتنين كيلو متر على اللي موجود ده كان انتهى برضو الحياة ايه تاني في حاجات كتيرة جدا علمية زي ما بقول لك كده متحط... في حد يعني جهز الارض دي علشان يبقى لها فيها حياة لو اي حاجة من دي اختلت ونرجع بقى لمثال الكور اللي انا بقول لك شير من واحد لعشرة ده شير بقى من واحد لالف في, ال... في, ال... في التسلسل ده ون... علشان يطلع بالعشوائية ومش هيحصل يعني ده, ده, ده صعب جدا جدا يعني من أسهل لك تكسب اللوتارية والحاجات دي لكن الموضوع ده صعب جدا جدا فأنا متأكد جدا إن في إله خالق لهذا الكون وصعب طبعا التوصل إليه بطريقة علمية لكن في توصلات إحنا هنوصلها لكم لان لي... لي... احنا نشوف ان عالم الارواح موجود وبنقدر نقدر نكلمهم ونتصل بيهم وقريب جدا هيبقى في اجهزه تقدر تكلم الناس دي باجهزه زي موبايلات متقدمه وكده اه لسه احنا هنوصل يعني احنا في مرحله من مراحل التقدم وطريقة اه الموبايل بقت بتضعف معلش فانا هقول لكم ايه اه 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 استودعكم في رعايه الله والحلقه الجايه بقى هنبتدي ندرس كتاب الارواح من اول قسم وهو بيتكلم عن وجود الله وهنشوف سؤال سؤال كده وهنقعد ايه نناقش مع بعض فيه والى اللقاء احب كل جميع الناس اللي بتنطق باللغه العربيه واللي ما بينطقوش وحتى واحب جميع الناس يعني وشكرا جزيلا والى اللقاء سلام عليكم